كانوا النوع ديال صحابنا الثانيين اللي باقي ما داروا في حياتهم الى يومنا هذا حتى شي حاجه. كتقول يلا نمشيو لبيسين وما عنديش الفلوس, يلا نمشيو لبيسين صاحبي دبر في الفلوس ومنين غادي نجيب الفلوس. كنتي كتمشي كتطيح في الارض كيجيو كيوقفوك, كتبقى كتبكي كيجيو كيوقفوك, وليتي كبرتي وباقي كتسنى الناس يجيو يوقفوك والحياه ما كاينش اللي غادي يجيوك. شي من كتجيك ملي كطرى لك شي مصيبه كتقول اه الله يا ربي وكتبكي عرفتي من هاد الشيء ان الله على ولدي مسكين ضربوا الباب. انت المدا فكر اللي مشيتي ضربتي الباب, انا اللي مشيت ضربت الباب باش الله على وليدي ضربوا الباب. الباب جالس بلاصته ولكن تعلمنا ديما كنرميوه على الاخرين. تخرج كاع ما تحاولش تضار على عباد الله وتبين واحد الليفل اللي انت راك ماشي فيه, راك باقي في الفيديو دوك الفلوس ينفعوك اصاحبي. ما تحاولش تبين لهم راه غادي يفرشخوك في الاخر, غادي تفرشخ ما هما راه غادي دونت جيف فاك. بالعكس في الاخر غادي يضحكوا عليك ولا رجعتي فقير غادي يضحكوا عليك مزيان ديك الساعه غادي يتشفاو فيك. بالعكس الصاد في الاول ما كاين يجمع جمع 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 وملي كتجمع كتشوف فيك. اصر بينا اصاحبي راه الناس كتسنى 30000 باط بقى وحده. يس جايز صباح الخير ونهار جديد كما قلت البارح. اليوم غادي نتلاقى مع ثلاثه ديال المغاربه حتى هما خدامين في الانترنت صحابي. غادي جاو هنا لبانكوك ديجا وصلوا خداو الطياره وجاو كل واحد منين جا وشدينا نفس الوطير وغادي نجمعوا في نفس الوطير ان شاء الله. ما تقولش لي انا عندي الفلوس, قول لي شكون هما صحابك. على حق الحياه ماشي هي فلوس, كاين الجانب الصحي, كاين الجانب ديال العلاقات, كاين الجانب المادي, كاين الجانب الديني, كاين العائله, كاين شحال من حاجه اصلا كنحاول نحسنوا بزاف الحوايج. انت دوينا في فيسبوك ميسنجر فين الصاد قال لك راني جيت ندوز عطله في الطيرون. فين كصاد انا جيت ندوز عطله في الطيرون كدا كل واحد كان في مدينه كانوا مشتتين. قال شنو بان لكم اليوم نتلاقاو في بانكوك في الوطيل الفلاني. صافي الصاد ساهل بنادم ناض مع الصباح خذوا الطياره كاملين كل واحد كان في مدينه خذوا الطياره جاو الوطيل اللي شادين كل واحد مخلص على راسو 2000 تقريبا 2500 درهم الليله ماشي بحال الدراري ديال صحابي ديال شحال هذا صاحبي. راه دير لي واحد القصه سلبيه اللي قلت لها كنعقل ملي كنت صغير كنا كنقولوا للدراري صحابنا يلا نمشيو لبيسين. كانوا جوج انواع ديال الناس, كاين اللي كيصنع الحل منهم انايا كتمشي تقلب على شي قراعي شي قراعي خاوين ديال الشاش تبيعهم شي خبز كارم تدبر فيه تبيعهم المهم كتحضر ديك 5 درهم 6 درهم وكتمشي تعوم في لبيسين وكتركب على بيكالا. وبعض المرات ما كتكونش عندك بيكالا كتكون بيكالتك خاسره كدير ديك الترجيفه انت وداك الدري صاحبك وكتمشيو. المهم كتمشيو صحه كتقضيوها ما كتبقاوش كديروا ديك الاعذار السلبيه. المهم كتدبروا صحه في الفلوس وصحه كتمشيو على حقاش الفكره كاينه في الراس كتخرجوها للواقع. وكانوا النوع ديال صحابنا الثانيين اللي باقي ما داروا في حياتهم الى يومنا هذا حتى شي حاجه. كتقول يلا نمشيو لبيسين وما عنديش الفلوس, يلا نمشيو لبيسين صاحبي دبر في الفلوس ومنين غادي نجيب الفلوس. بقاو الى يومنا هذا ما داروا حتى شي حاجه في حياتهم. كاين اللي كيقلب على الحل وكاين اللي كيشوف ما كيقلبش على الحل كيقلب على المشكله. واخا تلقى ليه حل يلقى لك المشكله في وسط الحل. تقول لي مثلا سير بيع القراعي وانا دابا عاد نمشي نقلب على القراعي دبر في شي خبز كارم عندكم في الدار صاحبي والخبز من عند الشيران ديالكم وعاد صاحبي عاد نمشي انا نطلبهم. وحنا الحمد لله غاديين كنحسنوا. تولى عندي دابا بزاف ديال الدراري صحابي يعني نقول لهم فين ما كنت نقول لهم نتلاقاو كذا كذا كذا. بالمناسبه شهر 4 ملي غادي نرجع للمغرب ديجا مريزيرفين واحد لوطيل وكذا ومجموعين ان شاء الله فهمتي يعني توحشنا بعضياتنا. نقول لهم يلا نجمعوا حتى يقول لك اوكي وغادي يجيو ماشي يقول لي خويا سيمو 2500 درهم الليله بزاف زيد عليها الطياره 4000 درهم ناري الصالير ديال الموظف زيد عليها يومين ولا 6500 درهم زيد عليها الماكله ولا 7000 8000 خويا سيمو بزاف بزاف بزاف. من الاهداف في الحياه ماشي ديري الفلوس خاصك حتى العلاقه. حتى العلاقه شي حاجه مهمه عليها من الاهداف ديالي. كتلقاني باغي نتعرف على الناس اللي واصله وباغي نعاون شي ناس يوصلوا خصوصا اللي كتعاونهم يوصلوا كيكونوا صحابك وكيكونوا اوفياء بالشهد كيموتوا معاك كتعاونوا هي كتوجهوا ماشي كتخدم بلاصتو باش تدبر ليه في 5 درهم 6 درهم باش تمشي تاول لابيسين ولا ماشي كتعطيه الفلوس تقول ليه هاك 5 6 درهم باش تمشي انت معنا لابيسين. ما يطلعش راجل اصطاد في هذا لوكا هذا خاصك توجهو يدبر راسو. وكاع الناس اللي كتبغي تعاون عباد الله كتمرض في صحتها لان ديك الحرقه ديك الحرقه فهمتي بنادم تيبغي الاباء مع ولادهم كيبغيو يعاونوا ولادهم فهمتي تيبغي يعاونوا كتكون ديك الحرقه اللي تيمرضوا الولد ويطلع ليه السكر والضغط. عجبني واحد الفيديو ديال احمد عمارة كيدوي بزاف على هادشي ديال المعاونه وبلي ما خاصكش تعاون خاصك توجه تتقول ليه ما تمشيش تقيس العافيه تحرقك. مشى قاس العافيه ما خاصش كالاب ديالك تفقس عليه تقول ليه دويت معاك قلتها لك صافي ضحك عليه وتخليه يمشي مره اخرى ما هادشي عاوده. ما ضحكتيش عليه ما قلتيش ليه سير قيس العافيه وضحكتي عليه ملي قاسها لا وجهتي قلت ليه ما تقيش العافيه قلتي ليه تاف قرايتك هي اللي غادي تنفعك قلتي ليه ما تستعملش المخدرات باش تستعملهم واش بغيتي دير هاد بقى تفقس انت تخرج قلبك مرارتك طلع لك السكر طيح الراسول اللي راسول يعني هذا هو الطب القدوه هذا هو القدوه الكبير ريح مع عمو التعيه باش يجي للاسلام وما قدرش عيا ما يتقاتل والو ما دار حتى شي حاجه في الاخر عمو مات كافر.
هذا الراس، هذا الراس اللي رسول صلى الله عليه وسلم ما قدرش يجي عمه، اجي انت تجي خوك ولا تجي صاحب ولا تجي ولدك، ما يمكنش صاحبي هذا الرسول. فهمتي انت الدور ديالك وديالي انا هو كتوجه دابا باش يسمع الهضره يمشي ينط اللي بغى. كيبقاو فيه الاباء بزاف كيتفقسوا، وسبحان الله حنا العرب اللي عندنا القضيه ديال الكبده وكذا، وسمعت ما كنعرف واحد السيد مليونير وحق الله الا ولادو اللي كيبغيو يتلاقاو معاه قسما بالله الا كياخذوا الرونديفو من عند السكرتير، ما كاينش ديك المحنه وطالعين ولادو رجال واصلين، ولادو حتى هما مشاو بعاد لان ما كاينش ديك المحنه ولدي ولدي ولدي، صافي تيدوي معاه هضره وحده، دويت معاك سير ما دارش داكشي اللي قال ليه ما تيتعصبش عليه، كيضحك عليه كيفشل تيقول ليه قلنا لك قلنا لك دوينا معاك ولكن درتي داكشي اللي في راسك يلا سير كمل. تربينا صوت واحد التربيه غلط لا لا الله، الوالدين مساكين ما كانوش عارفين، ولكن حنا مع اولادنا خصنا نكونوا احسن. فهمتي كنتي كتمشي كطيح في الارض كيجيو كيوقفوك، كتبقى كتبكي كيجيو كيوقفوك، وليتي كبرتي وباقي كتسنى الناس يجيو يوقفوك، والحياه ما كاينش اللي غادي يجيو يوقف. شي من كتجي ديك ملي كطرى لك شي مصيبه كتقول الله يا ربي وكتبكي عرفتي من هاد، لان في صغرك كنتي كتبكي لهم كيعطيوك الحاجه، وكبرتي وكيصحابك غادي تبكي وغادي تبقى دوي سلبي وغتبقى تغوت غادي تعطيك الحاجه، والله الا خديتها معلم. اي والديك كانوا مساكين في وسط الناس الكوركي كيسافر، وليد صغيور تلقى في عمره 6 سنين 7 سنين جار شي باليزه صغيوره، دير ليه شي محفظه صغيوره في ظهره وهزها، من الصغر كيتعلم المسؤوليه، من الصغر كيجمع الناموسيه، كيتسنى سمو تجمعها ليه، كتبقى حياتك كامل كتسنى. تيبان لك الوليد صغيور تبارك الله غادي في المطار طاح تعطر بالباليزه، سمحوا فيه وميكو داروا بحال ما شافوش، وخا راه شافوه، تيبان لك شي شاف فيهم شافوا ما شافوش فيه، تلقى مسكين كيتقاتل مع الباليزه قدها وغادي تابعهم كيجري، وكيبقى حياته كامله كيعول على راسه. الله الله على ولدي مسكين ضربوا الباب، انت المضافكر اللي مشيتي ضربتي الباب، انا اللي مشيت ضربت الباب، ما شاء الله على وليدي ضربوا الباب، الباب جالس بلاصته، ولكن تعلمنا ديما كنرموه على الاخرين، علمونا نبقاو الحكومه الصاط هذاك هو اللي دار لي المشكله ماشي انا ديما ماشي انت، مشى عليا الحال الصاط، الثقافه ديال مشى عليا الحال، ماشي انا تعطلت، الحال مشى، ديما سباها في الاخرين، لا انت ما فيكش المشكل، لا الحال اللي مشى، اما انا جيت في الوقت. لا صافي انت اللي تعطلت وانا اللي تعطلت، حنا اللي ما جيناش في الوقت، ما عمرنا ولفنا نسبوا الراس. انت الصوت ماشي كتسحب 2000 درهم ب 2000 درهم، تسحب 30000 باط دقه واحده. يس. يا الصوت تخرج لنا 30000 باط. تا يحسب. يلا سربينا 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 قبل ما تسالي السطوري، ماشي مشكلة ندخلوا في السطوري الثاني. سربينا صاحبي راه الناس كتسنى. 30000 باط دقه واحده. ماشي 2000 درهم ب 2000 درهم اصاحبي. يس جايز حنا دابا في انترناشونال فود كورت، المكسيكي الهندي الايطالي البيتزا واللعيبات، هذا ما عرفتينا الدوله، هذا عربي علي عربيك كيتشن، صاد كاع الدول. جيت عند هذا علي عربيك كويزين، شوف الصوت شنو خص هذا الصوت، هذا كنت باغي نشري هذه ياك، كنت باغي نشريها بوحده، ويقول لي تنصحك حتى بهذه بيان سور، ما قلتليش لا شفتها شربات العدس، قلت ليه زيد الصاد، خاص ديما تقول للناس تنصحك نتغدى مورا نمشيو نتريني. وصراحه الهندي عيق قال لي راني كثرت لك لان بنتي اللي كتصور راك باينه فيك فلوجر وانا ما فلوجر ما تلعبه، وقلت له راك عيقتي وانا راه ماشي فلوجر، قال لي هاني خاصني نكرمك لانك كتصور، هادشي صراحه بزاف الضايع وحق الله كرمنا ولكن يو جايز وخير وصلنا للروم ديالنا في لوطيل، الدراري صحابنا حتى هما في الرومات ديالهم قالوا لي ملي توصلت قولها لينا، وصلت صراحه باقي ما قلتهاش لهم، واحد شويه واجي نمشي اجي نقولها لهم، السونتر فيل العمارات طوال تيبانوا. يس يس جايز حنا مع الدراري هنايا الياس اسماعيل سبدو سيمو، قلت ثلاثة المغاربة زدت أربعة المغاربة ماشي ثلاثة، شرينا ثلاثة زدونا واحد. يو جايز مابقاوش نبينو داكشي الزون، اليوم راه حتى ربعة العشية مشيت لاصال عاد بدا الخريج الدوران والمساج ومشيت خرجت دشينا، أما النهار كامل دوزتو خدام، ودابا راه جوج 2:42 ديال الليل وباقي خدام، وغدا تا هو عندي الخدمة كتيرة صدق خصني وغدا عاوتاني خصني نوض بكري وعندي الخدمة كتيرة، وعطى الله لي زيمان والمكالمات والصداعات وداكشي ما عادي فهمتي، هادي الفطار الأخرى عندي في دول آسيا، وتنحاول في نفس الوقت نسافر وندوز يوم الزوانة قبل ما نرجع للمغرب إن شاء الله. الصاد اللي بغيت نقول قبل ما نمشي الناس ولا دار المهمة اللي قبل ما ننسى هي الشيء اللي كنعيش دابا فهمتي، واحد النهار كان عندي غير حلم كيما دابا انت عندك شحال من الحلم، بليز تيق في الاحلام ديالك ما تسمحش فيها وما تسناش ديرها في عام ولا عامين، غتاخد سنين غير كون واجد كون واجد. المشكلة ديالك وديال بزاف ديال الدراري الاخ ولا الاخت هي كتبغيو توصلوا بالزربة، باغي في شهر شهرين توصل للجول ديالك والهدف ديالك، وداك الشيء راه غير ممكن فهمتي، على حقاش ما عندكش التوجيه الصحيح وما عندكش الناس الصحيحة كتشوفها قدامك وكتسمعي للناس الخاوي اللي ما ناجحينش في حياتهم.
كتعلم من عند واحد ما داير والو في حياته كيقول لي كيفاش دير شي حاجه انت في حياتك. ما يمكنش كون كانت شي حاجه علاش كتسمع ليه؟ علاش عطيه ودنيك اصلا كتسمع ليه؟ خاصو يكون دار شي حاجه في حياته عاد تسمع ليه. ما يمكنش يعطيك التوجيه الصحيح، ما يمكنش يقول لك اش دير، ما تسمعش الهضره ديالو. مشيتي عند الناس اللي داروا شي حاجه في حياتهم كاملين، تختار اي واحد، اختار طلبات لي سنين، هذوك الناس هما اللي تطلب منهم التوجيه، وهما براسهم يجي يقول لك راه غادي تاخذ لك السنين. بليز باغيك تكون واجد، ماشي شهر ماشي شهرين ماشي عام ماشي عامين، غتكون طياره وتوفر لك الظروف كامله وتمشي الظروف كامله معاك، غادي خصك 5 سنين. كنتي صافا الظروف مشات معاك وما مشاتش معاك وانت مكمل 7 سنين، الظروف جات كامله ضدك غادي خصك 10 سنين. كون واجد الاخوان. انا ملي كنقول لك غادي تطلب لك سنين راني القليله حتى ما فكرتي تقول لي خويا سيمو انا دابا جوستيمات اللي تنصور 500 درهم، فاك شنو هي 500 درهم؟ سي غيان صاحبي، انا راه باغيك دير اكثر، راه كنتسنى منك اصاحبي دير اكثر، انا راه كندوي على القليله واحد المليون ديال الدولار هذاك المضفك، باغي منك تفوت مع الفقر. شتي المليون ديال الدولار يلا تفوتي مع عتبه الفقر ومبروك عليك ونبارك لك ونصفق لك صاحبي. كتقول لي يا خويا سيمو انا الله بديت سي جوج سيمانات شهر شهرين وليت كندير 300 درهم 500 درهم. شنو يا صاحبي؟ راه والو اصاحبي، راك باقي فقير. واش 500 درهم اصاحبي تريزيرفي بها شي طياره بيزنس كلاس من المغرب لماليزيا ولا من المغرب للتايلاند؟ من المغرب للتايلاند البيزنس كلاس دايره 50,000 درهم اصاحبي، هي القليله. شنو هي 500 درهم اصاحبي؟ لي زوتيل 5 ستار جي تريزيرفيهم ب 500 درهم اصاحبي. 500 درهم مبروك عليك، جمعها 300 درهم بديه موفقه مزيانه، 200 درهم جمعها، 500 درهم جمعها. اللي دخلك جمعها الصاط البديه كتبغي تجمع جمع جمع جمع، وداكشي اللي كتجمعو كتانفيستيه وكتطمح توصل لشي حاجه كبيره وتزيد. ملي كانت كتدخلك 500 درهم من هنا وكتخرجها من هنا وكيدخلوك 15000 درهم من هنا باش تشري بها موتور، دخلك 100000 درهم باش تشري بها طوموبيله، تبقى حياتك كامله فقير. خاص تبقى تجمع الفلوس صعب اللي كتدخلك، ما خرجش تخسرها كاع، مستحيل ما تخرجش كاع. ما تحاولش تضار على عباد الله وتبين واحد الليفل اللي انت راك ماشي فيه، راك باقي في الفيديو دوك الفلوس غادي ينفعوك اصاحبي. ما تحاولش تبين لهم، راه غادي يفرشخوك في الاخر، انت اللي غادي تفرشخ. ما هما راه غادي دونت جيف فاك، بالعكس في الاخر غادي يضحكوا عليك، ولا رجعتي فقير غادي يضحكوا عليك مزيان ديك الساعه غادي يتشفاو فيك. بالعكس الصاد في الاول ما كاينش جمع 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 جمع، وملي كتجمع كتشوف فاش انفيستي داكشي فاش خدام نيت، واش ممكن تزيد تطورو، كيفاش تزيد تطورو، واش ممكن تخدم معاك ناس كثر، كيفاش ممكن بدل تخدم جوج المرات دوبلو 10 المرات دوبلو 100 مره، حتى النهار تولي تخرج دوز واحد النهار زويون واعر، وداك النهار تخسر فيه فلوس، ورغم ان دوك الفلوس اللي خسرتي ملي كتجي تحسب داكشي اللي دخلتي داك النهار تلقى داكشي اللي خسرتي كامل ما كيساويش حتى 10% من داكشي اللي دخلتي داك النهار. عيش ديك الساس. عاود نرجع ناكد لك نفس النقطه كما قلت لك، اطلب لك الامر 5 سنين ديال الخدمه الا صدق لي كلشي وكلشي مشى معاك وعندك التوجيه الصحيح وكلشي هاكا وهاكا الامور مشات معاك ومشاتش معاك، غيطلب لك 7 سنين. الظروف كامله ضدك 10. انا حياتي كامله دوزتها كنطمح للاحسن وكنتوقع الاسوء. انا في بلاصتك غادي نتوقع ديما راه جايه الاسوء، ولكن غادي نطمح للاحسن وغادي نكون واجد 10 سنين، وبل اكثر من هذا غادي نكون واجد 15 عام و20 عام. الانسان ولا كيتقاعد دابا على 63، عما قريب غادي يقول لي 65، وعما قريب غادي يجرو حتى 70، وكلشي ممكن في هذا الزمان هذا. انت بي فاكين سمارت الساط، راه واخا تبدا الخدمه على 25 عام تخدم 20 عام غتولي في 45 الساط، نخدم واحد 20 عام القرار معلم، علاش ما نخدمش واحد 20 عام ومن وراها نرتاح ونعيش واحد الحياه زوينه؟ تستاهل ان نخدم 20 عام ديال الحراقيه، 20 عام نموت فيها. ولكن الساط قليل اللي بغى يخلص الثمن، كلشي كيقلب على السهله والزوينه. اش كاين اخا يسمو شي طريقه نوصلوا للزربه؟ لا عشير، هادشي اللي كتشوف دابا انا كنعيشو بعد 14 عام، خصوصا السنين الاولى 10 سنين الاولى كنت كنخدم 14-16 ساعه في النهار. ما كنتش ديك الساعه كندير ستوريات في الانستغرام، ما كنتش ديك الساعه كنريح في لي زوتيل 5 ايطوال، ما كنتش ديك الساعه كنمشي لاحسن لي سبا، ما كنتش كنريح في احسن لي روستورون. كنت اصاط ديك الساعه في دواريزي كيف واحد البويط عطيه ليا الوالد الحمد لله، واحد البويط صغيور اقسم بالله، داك البيت ما كتدخلوش الشمس ما عندوش الشرجم، وانت جالس فيه ما كتعرفش واش الليل ولا النهار، ديما مظلم. ما كنتش بحال دابا كنريح في احسن لي ريستورون كنقلب على احسن لي ريستورون، كنت ديما مريح في ماك عمر، كان كل لوبيا وتقليه وكاسه اتاي ب 7 دراهم. دير رساله دوك الاخوان اللي كيقول لك باينه فيك كنتي مقموع في صغرك، عاودها على انا كنتي مقموع فوق من القمع، فوق من القمع دوزنا في المغرب، وداكشي ولا طلعنا رجال وعقلنا على ديك الايام وحنا دابا كنخلفوها. رساله لدوك الاخوان اللي كيقول لك باينه فيك ما عشتيش في صغرك، على اساس لقينا كرهنا نعيشوا في صغرنا، هذاك الشيء هو اللي خلى فينا فهمتي هاد الروح القتاليه اللي كتخليك كتقاتل بالليل وبالنهار
وصلتي وباقي باغي تزيد. سال دوك الشيطان ديال الله ينجيك من المشتاق الى دق. على انا يردقت صاحبي، على انا دابا زنبان لك دق، راني غمسي تجي في الحلوه مزيان، راني خايفك تجي تلقاني كليت لك حتى حلوتك حتى هي. الصاد جا في الخدمه وبركه من الهضره. صاد ملي كتكون فواحد الليفل لتحت هذا الشيء عشتو بكل صراحه، ديال كتبقى تقول لا خصني نبان كلاس، لا خصني ما يقولش عليا المشتاق الى دق، خصني ما نبانش راني كنتجوعها، لا خصني ما نبانش راني ما عشتش في صغري. ملي كتوصل الصاد واحد الليفل افاك يو مان الاخر، كنقول لك اصاحبي خدم عليها، كنقول لك خدم 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 اصاحبي، خدم خدم طلع للفوق اصاحبي. راه ملي كتوصل واحد الليفل، كتوصل واحد الليفل ما كتبقاش كتسوق لهذوك اللي لتحت، ديك الهضره ديال البراج ما كتبقاش كتسمعها. راه هادي هي المشكله اللي طاريه دابا، راه هادي هي المشكله اللي طاريه. وشي ناس كيصحابهم، شي ناس كيصحابو هادي شي تصويرات ديال شي سياسيين عندنا في ديك البلاد اللي هما واصلين، فهمتي، واصلين بزاف. هادي يدير عليهم شويه ديال الكاريكاتورات ويضحك فيهم عباد الله ويدوي عليهم وداكشي، وهادي يتقلقوا ويوقفوا. فاك يو الصاد، فاك يو. لكن انت كتفكر هاك الصاد الهضره هادي ما تفهمهاش، ما وصلتيش واحد الليفل، فهمتي، كتولي فاك يو، فهمتي. بنادم كيدوي معاك تيبان لك شي حمار فريمون، عاد حسيت بها. حنا ملي كندوي معاهم كنبان لهم كاين شي حمار الصاد من الاخر، كاين شي حمار كيدوي. حالي جو انا صغير ديما كنت كنتسائل، كنت كنشوف شي ناس كينوضوا عليهم الناس قريقه ما كيتاثروش، خصوصا واحد الحادثه كانت طرات في المغرب، ماشي نقول شكون مولاها، واحد خونا جاتو الحجره في الراس، مشى خيط وجا دار الخطاب. اوه كي دار لهاد الصاد هذا؟ داز ليا ما عاد فهمت، عاد فهمت باللي راه كاين 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 بزاف د العوالم. دوك السيطان في عالم وحنا في عالم. فريمون ملي كنا كندويو وكنغوتو كتبان لي كاين شي حمار كيغوت، هو غرضو كيوصل ليه وكيقضي صحه. السيطان عندهم واحد المايند سيت خطيره، ماشي المايند سيت ديال الفقر اللي تعلمتيه انت وتتحاول تعلمها للشي اللي جاي. دوك السيطان عندهم واحد تفكر معايا خونا مول الكراطه، تفكر المكالمه اللي تسربات ليه، واش رجع فحالو مشى؟ بالعكس عاد كيزيد لقدام. بالمناسبة السيطان اللي ذكرت دابا كامل ماشي كنتقدهم، هاد السيطان هادو كانوا اكزامبلز ليا في الحياه. هادو كاملين بقيت كنراجع بزاف ديال الاحداث طراو، هاد الناس كاع ما تاثروا السيطان، حنا كنا كنحلموا انهم غادي يتاثروا. تي دونت كيف فاك، واصلين تبارك الله وغادي. هادو واحد شويه من الاكزامبلز اللي قلت دابا، وهادو احداثي في المغرب، راه ما كاينين في العالم كامل. بزاف ديال الشخصيات از فاكين مايند سيت، كاين واحد النوع ديال المايند سيت عند عباد الله خطير، داكشي اللي كيبغيه كيوصل ليه وسالين. انت كتظن الا جيتي قلتي ليه مشتاق الى داق باينه فيك كنتي محكور في صغرك، اجي يوقف وتجي تقول افاك يا الصات، كاينه الحقره راه زوينه الصات اللي كتطلع الرجال. شفتي واحد المنطقه اخرى كيدير تيدبح الصات. هاي الاخ ولا الاخت اللي كيسمع ليا، طلعوا في راسكم غادي نمشي الناس بالتوفيق ليكم، كنبارطاجي معاك هادشي. باغي دير شي حاجه في حياتك خصك دير شي حاجه في حياتك، انت مجبر دير شي حاجه في حياتك، بعد ما عرفتي هادشي خصك دير شي حاجه في حياتك.